السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا اير دروب لعمله اسمها لاف كوين. طبعا هذه الاير دروب او هي العمله بتعطيك 50,000 قطعه، طبعا حد السحب منها 200,000 قطعه، فانت بحاجه لتدعي 3 اشخاص على الاقل، على كل شخص بيعطيك كمان 50,000 قطعه لحتى توصل لحد السحب اللي هو 200,000 قطعه من هاي العمله. طبعا هاي العمله قائمه على بلوك تشين ترون اصدقائي. طبعا بتوصل توصل لل 200,000 قطعه راح يفتح لك الادرس او عنوان السحب الخاص فيك، طبعا في البدايه بيكون مقفول، وهلا بنحكي هاي التفاصيل. طبعا اصدقائي انت بحاجه لمحفظه ترون، طبعا نظامية اللي بتقبل التوكينات، طبعا هاي هي المحفظة التابعة لشركة ترون اسمها ترون لينك دوت اورج. طبعا راح احط لك كمان رابطة في صندوق الوصف ممكن تسجل فيها في البداية لحتى تقدر تسحب. طبعا موجودة هاي المحفظة على جهاز الاندرويد، موجودة على جهاز الايفون، موجودة كإضافة على متصفح الكروم. شايفين اصدقائي انا ضايفها كمتصفح الكروم. طبعا تضغط على اللينك اللي فيها، اول شيء بتسجل بالمحفظة مشان تقدر تسحب في النهاية. تمام اصدقائي، بتسجل بالمحفظة رح يعطيك الموقع او رح تعطيك هاي المحفظه 12 او 24 كود سريات. طبعا انت بتشيلهم بتسجلهم على ورقه خارجيه في البدايه مشان تشكل محفظتك الخاصه فيك، وبيقول لك ضيف كلمه سر. طبعا كمان كلمه سر لازم تكون محترمه، بتشيلهم دائما على محفظه خارجيه. هاي محفظه مثل محفظه الايثيريوم، هاي محفظه مثل محفظه البيتكوين. طبعا هاي خاصه بالترون، عمله الترون والتوكينات القائمه على عمله الترون. شايفين اصدقائي طبعا هاي البي تي سي والايثيريوم الموجودين هون دول قائمين على بلوكشين ترون، وهي اليو اس دي تي قائمه على بلوكشين ترون. شايفين اصدقائي انا حاط فيها شويه يو اس دي تي، طبعا هي نفسها تبعت الفوشت باي. تمام اخي الكريم، فيك يعني كمان فيك تجمع كل العملات. طبعا اخي الكريم شايفين اصدقائي كل العملات القائمه على بلوكشين ترون. هي افو معي فيها نص قطعه، طبعا معي هون كمان بالفومو قطعه، هون بالهورا 11,000، طبعا هي بالانست 700. طبعا كل التوكينات لما تكون عليها ايرودروبات كويسه، هي الوهان كمان 76 قطعه، كل الايرودروبات كويسه. كمان فيك تسحبها على محفظه الترون، طبعا مثل ما قلنا الترون محفظه جيده ممكن تجمع عليها كل هاي التوكينات. طبعا مثل ما قلنا كل شيء انت بحاجته خلال هذا الفيديو راح تلاقيه اخي الكريم بصندوق الوصف. مثل ما قلنا عندنا هذا هو الاير دروب الاساسي، بتضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف، بتفتح معك هاي الصفحه اخي الكريم. طبعا بتطلع لك هاي كلمه ساين اب تو جيت 50,000 فري لاف كوين، بتضغط عليها هيك. طبعا بتفتح لك هاي الصفحة، بعدها بتحط الايميل الخاص فيك اخي الكريم، بتروح على كلمة كليم ماي فري كوينز بتضغط عليها. طبعا الموقع رح يبعث لك رسالة على الايميل اللي انت سجلت فيه. تمام اصدقائي، رح تلاقي بقلب هذا الرسالة نفس، طبعا نفس رسالة الايميل، رح تلاقي هذا الرابط اللي هو اخرته ريجستر، بتضغط عليه وبيقول لك حط الموقع، حط باسورد مشان يصير عندك حساب. طبعا هيك بتكون انت اخذت ال 50,000 قطعة من هاي العملة. طبعا لسه هاي العملة لسه ما لها سعر، لسه ما نزلت على المنصات، لكن نحن بنحاول نجمع منها مبالغ محترمة في حال نزلت يوما ما نحن بنقدر نتاجر فيها ونكسبهم، حتى لو كان دولار 2500 اللي هو اخي الكريم. طبعا نحن بنكون اخذناهم مجانا، مثل ما قلنا لازم تدعي 3 اشخاص لحتى تربح بشكل مجاني من هذا الايرودروب، او بدك تشتغل بقيه الشغلات اللي هي يعني فيها دفع. يعني انا ما بفضلها، مثل ما قلنا حاول دعي 3 اشخاص بيكون اسهل حل وافضل حل لك. تمام اصدقائي، طيب هلا كيف بدنا نقوم بالسحب من هذا الايردروب؟ طبعا اصدقائي انا وصلت ل 200,000 ساتوشي، عفوا 200,000 قطعه اللي هو حد السحب. بيفتح لي هون خانه الادرس، طبعا انا بنتقل لمحفظه ترون. تمام اصدقائي، بجيب عنوان ترون الخاص فيه كوبي، وبرجع للموقع بحط هون العنوان. شايفين اصدقائي طبعا بحطه بهي الشكل، بروح على كلمه سبميت ويزدرول مشان اطلب السحب. طبعا السحب بيوصل عاده خلال 24 ساعه على محفظه ترون، بنطر الصفحه لتحمل. مزبوط، طبعا انا هيك اطلبت السحب. شايفين اصدقائي كاتب لي has been sent for admin approval، يعني انا اطلبت السحب وراح السحب لعند admin هذا الموقع. مثل ما قلنا في عندنا رابط لحالي ممكن نجيبه، هذا هو اليور ريفيرال لينك، ممكن تجيبه وتوزعه لاصدقاء. بعد حوالي 48 ساعه او يومين تقريبا وصلوا التوكينات اللي هن 200,000 توكن من عمله اللاف كوين على محفظتي الترون. شايفين اصدقائي راح ادور لكم عليهم، هذول هن هاي ال 200,000 توكن. اذا فتحت هيك الاجراء بلاقي 28/2/2021، انا طلبتهم مثل ما ملاحظين اصدقائي 26/2/2021. طبعا اصدقائي في شغله كمان لازم انبهكم عليها، انه كيف تضيف هاي المحفظه داخل الترون. شايفين اصدقائي لازم تحفظها 103,646. طبعا اذا انتقلت انت داخل الموقع نفسه بيقول لك هدول العملتين بتاكس عليهم، هاي هي العمله الثالثه اللي هي صحيحه اللي بيتعامل معها هذا الموقع اللي هي 103,646. طبعا اذا انت انتقلت لمحفظتك الترون طبعا ورحت لاضافه عمله جديده قائمه على بلوكشين ترون. شايفين اصدقائي اسيست مانجمنت، بضغط عليها هيك. اذا كتبت لاف كوين راح
لاقي ثلاث عملات شايفين اصدقائي مشابهين بنفس الاسم، هالتنتين شايفين اصدقائي ما لهم لازمه، الثالثه هي الصحيحه اللي هي 103 6 4 6 شايفين اصدقائي، تاخذ المؤشر للاخير هون، تكون انضافت عندك العمله بشكل كامل، وبس يصير السحاب تظهر عندك العمله داخل محفظتك الترون وليت. طبعا اصدقائي في شغله كمان كان لازم نحكي عنها، اللي هي انه فيك تشترك عندهم الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، طبعا يعطوك مهمه على الثلاثه كل وحده، بس انك تروج للموقع الخاص فيهم طبعا عن طريق تغريده او عن طريق مثلا منشور فيسبوك. طبعا ممكن كمان يعطوك يعني نسبه معينه 20 10000 15000 قطعه من هاي العمله، مثل ما قلنا لسه هاي العمله ما نزل على المنصات، لسه مرحله التوكن لسه ما لها سعر، يعني احنا بنحاول اصدقائي نجمعها بهي المرحله، في حال كانت كويسه طبعا بنكون استفدنا منها بشكل جيد جدا. طبعا هي تعتبر من يعني كل شيء لاف او هي القصص تعتبر من تشيري او الشيء الخيري للجمعيات الخيريه وهي القصص، لكن احنا بنحاول نكسب منها، في حال كان في امكانيه رح نكسب منها باذن الله. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا، دائما دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.